أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة نستضيف رجل أو سيدة أعمال. رحبوا معنا اليوم بصاحبة صالون فيونكا مدام زينة. أهلا مدام. يا هلا ومرحبا. بداية ترحيب خاص من برنامج رواد الأعمال من ABC، ونتمنى منك بالبداية تعرفينا وتعرف المشاهدين كيف بدت زينة ومتى بدأ الصالون. يا أهلا، مرحب فيكم بقدومكم المشرف لنا. مرحبا بكم عندنا اليوم صالون فيونكا بالورقة ستي مول، احنا بالدور الأول عن الدال الأنصاري. البداية صراحة 2021 فتحنا الصالون، هاي البداية صراحة مش سهلة، هاي بزنس جديد وهاو، بس الحمد لله مع سلاسة الإدارات والها فكان الموضوع هين. بس كبزنس تعرف انت كيف البزنس بداياته ترى مش سهلة. مدام ممكن تخبرينا على الخدمات المتوفرة حاليا في الصالون؟ صراحة عندنا بداية من الحمام المغربي، نحن اختصاصنا حمام مغربي بجميع أنواعه، في الحمام العادي، في حمام الأعشاب، في حمام بجميع الماسكات، في حمام بالزيوت العطرية، في ما يسمى بالصابوناج، بعد هاي خدمة تكون داخل الحمام المغربي. فهو الحمام المغربي عبارة عن بخار ستيم ونحط معه سيجي، هاي الصابون المغربي أسود، بعدين لإزالة الخلايا الميتة. هو المفروض مرة في الشهر، أي سيدة المفروض مرة في الشهر تسوي الحمام المغربي لإزالة الخلايا الميتة، تجديد الجسم والحيوية وفريش بعد تكون. فهو أنا أشوف الحمام المغربي إنه من الأولويات. بالإضافة للحمام المغربي عندنا خدمات غير الحمام المغربي، عندنا البيديكير مانيكير، عندنا الفيشل كلاسيك فيشل، عندنا صبغات الشعر بجميع أنواعها، الهايلايت، القص، تريتمنت الشعر، في تريتمنت الطبيعي وفي تريتمنت الماسكات وهالأشياء مثلا. وزائد الخدمات هاي بعد نوفر خدمة الأظافر، الاكستنشنز نيلز، وكذلك متوفر عندنا خدمة الحنة. انت عارف ما شاء الله السيدات، معظم السيدات العربيات يحبون النقش الحنة، فمتوفر عندنا هالخدمة. عندنا 2 بنات يقدمون هالخدمة، وعندنا بعد تسريحات حق المس، تسريحات سهرات خفيفة زائد ميك اب خفيف فقط. بالإضافة لهذا كله أكيد السيدة العربية محتاجة تايم حق تدلع نفسها، فعندنا خدمة المساج. مدام ممكن تخبرينا ما هي الخطة والرؤية المستقبلية للصالون؟ إن شاء الله أنا حابة أضيف خدمات، عندي مثلا خدمة الليزر على بالي، وعندي خدمة المايكرو بليدينج، فإن شاء الله أتمنى أني أضيف هالخدمات. مدام بالنهاية ما هي الرسالة اللي بتحبي توجهها لدولة الإمارات على نعمة الأمن والأمان؟ والله دولة الإمارات قدمتنا أشياء كتير حلوة، فأنا أصلاً انتمائي، أحس انتمائي لهالدولة، فحتى إذا أسافر يوم أرجع عندي حنين. والله يوم أوصل المطار شي قلبي. فدولة الإمارات صراحة وايد أشياء قدمت لنا، فما أنكر خيرها علينا، ولولا دولة الإمارات ما كنا فيها ما كنا نوصل هالنجاح، ما أتوقع أني أنا كنت أو أكون في هالمكان حالياً. بالنهاية ممكن تخبري جميع السيدات اللي بتابعوك حالياً كيف بيقدروا يوصلوا ويتواصلوا مع الصالون؟ والله أقام فيونكا بيوتي صالون على الجوجل، موجود في ريفيو علينا حلو كتير حلو، فأرقامنا موجودة، وإحنا بالورقة سيتي مول، بالورقة سيتي مول بالدور الأول عند الجمعية عدل الأنصاري، علواننا ما يتوه. مرحبا بكم، تشرفونا. شكرا جزيلا مدام، ونشكر جميع طاقم العمل في الصالون، ونتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح. الله يحفظك، الله يبارك فيك، شكرا أخوي، الله يحفظك. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي أمان الله.